Which investigation is most likely yield the diagnosis؟ ماشي، وشوية حاجات كده بقى. إيه؟ أنتي نيورول نيورونال أنتيبادز نيجاتيف، اتش أي في نيجاتيف، كرياتين كاينيز بتاعه برضه كويس، مش عالي ولا حاجة. أنت معلم عليه ليه؟ لا مش عالي، مش عالي. آه، اتفضل. الباقي كله كويس. ماشي، يعني ده كده ده كويس كله. اطلع سنة كده، السي بي سي بتاعته كويسة. ماشي، هات بقى من فوق خالص كده. 36 year old male guy outpatient clinic progressive history over the past 5 years of increasing progressive clumsiness. His work colleagues had a long running joke with him that he is poorly coordinated for about the past 5 years, but in recent weeks he has noticed that he is unable to write legibly or even hold a key still using either hand to open a door. He denies any recent weight loss or night sweats, is otherwise healthy, no other past medical history, lifelong, he is lifelong non-smoker with a minimal alcohol history, lives with his wife and two children. For the examination, his cranial nerve were unremarkable except for mild multi-directional nystagmus at primary gaze. Multi-directional nystagmus at primary gaze. Fundoscopy was normal. Limb examination revealed significant impairment of finger, nose, and heel shin testing. His gait, tone, power, sensation, and reflexes were normal with downgoing plantars. Brief minimal sit examination 30 over 30. MRI awaited. Blood tests بتاعته كانت كلها normal. يعني الحاجة الوحيدة اللي عنده multi-directional nystagmus at primary gaze. وعنده impaired of finger, nose, و heel shin testing. حاجات سيربيلم يعني. ممكن ده كمان فريدريك اتاكسيا ولا مين؟ ده عارفة ده الميلر شكله. اه ده عارفة. اه وده حق ال number punctures، دي حق ال جاكوب. طيب ايه اللي اكد لنا انه ميلر هنا؟ السؤال ميلر فيشر المفروض ويكنس فوق، ويكنس بيبدأ من فوق. الويكنس. ما هو الويكنس صح فوق، مش قادر يمسك القلم ولا يفتح الباب، صح؟ يبقى الويكنس في فوق بالظبط، صح كده. يبقى جي كيو 1 بي. نستكمس معاها. طيب اوه ترى غلط يا جماعة، ترى غلط. نيوروجينيتك تيستينج. طب ليه نيوروجينيتك تيستينج؟ هو ايه؟ مشخصه ايه بقى؟ لا اتاكسيا بيور ما هي دي سندروم اوف بيور اتاكسيا. أول مرة يجي عليها سؤال. بيبقى معاها النستجمس بتاعها في الأور دايركشن، دي العلامة بتاعتها بقى. ونعمل لها إيه؟ نيوروجينيتك تيستنج. ماشي. يعني ده كده اسم الديزيز سندروم اوف بيور اتاكسيا، ده اسم الديزيز يعني؟ عندك في اتاكسيا تلانجكتيزيا، وفي اتاكسيا الفريدريكس اتاكسيا، وفي الاتاكسيا اللي بتيجي من السيربيلم بقى، سباينوس سيربرال اتاكسيا. هي كده اسمها بيور اتاك، اسمها بيور، مش عارفه بيور اتاكسيا. ايوه صح، تاكسيا لوحدها صح. بس معاها برضو ويكنس يعني في الايدين، فوق في الايدين تقريبا، او هو مش بيعرف يكوردينيت اللي يمكن حركه في ايده، عشان كده بيوقع الحاجات من ايديه. نكمل يا دكتور خالد. ماشي يا باشا. تعبت؟ تعبت حد يقرأ نعم. ولا ايه؟ لو تعبت ممكن أقرأ أو حد من الشباب يقرأ. لو حد عايز يقرأ اتفضل، أنا ممكن أقرأ، بس لو حد عايز يقرأ اتفضل. لا أنت لو ما تعبتش خلاص خلاص. ضاقن يعني زي ما أنت. أصلا كلها باقي سؤالين يعني خلاص يعني جون. طيب. ولا هو خلصنا إحنا كمان ممكن. ماشي أوكي. It's important to rule out key differential diagnosis. However, patient with acute onset cerebellar syndrome should be considered for Miller-Fisher syndrome. هو فكر زينا برضو. A post-viral variant of GPS resulting in a triad of ophthalmoplegia, ataxia, and areflexia, commonly after gastrointestinal infection diagnosed with positive anti-GQ1P antibodies. The time course for this illness over 5 years makes Miller-Fisher unlikely. صح، هو يعني
الجي بي اس او ميلر فيشر هيجي حاجات اكيوت مش 5 سنين، صح؟ سب اكيوت كورس اوف ويكس اند سمولر نمبر اوف مانثس شود اليرت يو تو بوسيبل بيريون ديزيز ساتش از كريتفول جاكوب ديزيز اند ابارانيوبلاستيك سندروم. ذا فورمر تيبيكلي اللي هو الكريتفول جاكوب يعني present with rapid cognitive decline and myoclonus. يجي لنا dementia و myoclonus. Classically with MRI features اللي هي بقى bulvinar sign, cortical reponing, CSF features اللي هو 14-3-3 زي ما قلنا، وال S100 ده كان واحد من ال tumor markers بتاعت حاجة من أنواع البرين تيومر كده. وريال تايم شوانوما، صح ماشي شوانوما. وريال تايم كويك والاي جي فيتشرز بيريودك سبايكنج. ذا لاتر كان اللاتر ده اللي هو مين؟ اللي هو الايه البارانيو بلاستيك سندروم. لاتر كان بريزنت ييرز بيفور ا سوليد تيومر از ايدنتيفايد اون ستراكشرال ايمج وذ بوزيتيف انتي نيورولوجيكال انتي بوديز resulting in progressive symptoms as a cerebellum degenerate over months due to the low sensitivity of antineuronal antibodies. A negative result doesn't necessarily rule out paraneoplastic syndrome, but such a long time course of 5 years would be unusual برضو. يعني paraneoplastic يعني في خلال 5 سنين كنت هتلقط البرايمري مالجنس يعني. The likelihood of identifying significant mass on cross-sectional CT imaging is low. ماشي، الا لو كان في ميتاستاسز يعني بارانيوبلاستيك ده مش ريليتد للميتاستاسز، لكن 5 سنين كنت هتلقط الايه البرايمري. Lastly the lack of alcohol or gastrointestinal history makes cerebellar degeneration due to vitamin deficiency very unlikely. Result neurogenetics testing for CKA. احنا قلنا CKA اختصار ايه؟ spinocerebellar attacks. Spinal cerebellar are group of autosomal dominant disorder which are associated with progressive development of ataxia features such as gait disturbance, nystagmus, with tremor. Majority of affected patients develop symptoms within third and fourth decade. يعني لما يكونوا في العشرينات أو الثلاثينات. Nystagmus برضه بتاعه multi directional ده مميز شوية برضه. ال طيب اوكي خلص السؤال. عايزه تسالي يا دكتور مياد على حاجه؟ لا لا، عايزه اقول لكم الفرق يعني الفرق بين السبيشيس ادينوم والادينوم سبيشيس يعني. يا ريت تقول لنا، قول لنا نعرف. هو باختصار، هو طبعا الكلام فيها كتير يعني، بس باختصار السبيشيس ادينوم هي من هي مشكله في السبيشيس جلاند اللي هي دي ما عندها علاقة بالتيوبر سكلروزس، تمام؟ والأدينوما سبيشيوس دي اللي هو الهيست باثولوجي حقها اللي أنجيو فايبروماس. دي أنجيو فايبروماس اللي هي تبع الأدينوما سبيشيوس اللي هي حقت ودي حقت السبيشيوس جلاند نفسها، بيكون في تيومر في السبيشيوس جلاند، هو بيناين تيومر في السبيشيوس جلاند. دي معاها سكن اللي هي بتجي الملر فلاش وملر فلاش بيجمنتيشنز او البوبيوس دي يعني، ودي لا دي بيكون بس من ال في نفسها يعني السبيشس نفسها اللي فيها ادينوما بتكون يعني واحده يعني او على حسب الافكتد جلاندز يعني، تمام؟ تمام. فهي لما يكون ذاكر فيه حاجة إنه فيها أنجيوماس، فهي دي الأدينوما سبيشيوس اللي هي تبع التيوبر سكلروزس وبس يعني. تمام، الله ينور عليك. الله يخليك. Which of the following tests would confirm the suspected diagnosis؟ هي الحاجات بقى suspected diagnosis ماشي. 28 gentlemen study from student from Germany presents to you with right foot drop ongoing for 2 weeks with some numbness and tingling on the foot. These symptoms developed after he knelt down to pick something up from the floor. بعد ما وطى شوية يعني. 3 years ago, he woke up from sleep with cloning of his fourth and fifth digit after having been asleep in a prone position, but this lasted a week.
8 years ago, he also had left wrist and finger drop lasting 3 weeks after he sat on the couch with his left arm dropped over the back of the couch for 10 minutes. He denies falling asleep or remaining on the couch for a prolonged period. He has no other past medical history of note and has never sought medical advice for his problems. Field examination, there is right foot drop and similar weakness of dorsiflexion and eversion of the right foot. There is also sensory loss over the lower lateral part of the right leg and dorsum of the right foot. All modalities. Reflexes intact in relation examination with general can remark. You would confirm the diagnosis? Common peroneal اللي بيعمل القصة دي. Foot drop. مش عارف هو اللي هيعمل بيأثر على الدورسيفليكشن ده حقة الدورسيفليكشن والإيفيرجن ده الفوت دروب ده كلها تبع الكامن برينيال بس هو عايز ايه يعني ايه اللي عمل اللي ايه اللي وسسبكت الدايجنوزز يعني الحاجة اللي نيرف كوندكشن نيرف كوندكشن الكترومايوجرافي شكلها كده الكترومايوجرافي ولا لا الكترو لا الكترو ما هي المشكله انت عندك في النيرف انت ما عندك مشكله في نيرف كوندكشن ستاديز انا صراحه ما اعرف النيرف او جين تيستينج دي اللي كانت بتاعت ال بي ام بي 22 شركة ماريتوس شركة ماريتوس ازيك يا دكتور محمد ازيك يا باشا عامل ايه الله يسلمك ازيك يا دكتور خالد ازيك يا باشا اخبارك عامل ايه تمام؟ الحمد لله يا ربنا يخليك هي ممكن تكون الرابعه دي ولا ايه يا دكتور حسن؟ الرابعه؟ هاي هو جاي هو مفيش حاجات في الكومن برونيل يعني الايفيجن والدورسيكشن والسنسيشن اللي هو على اللاترال سايد و ايوه اوف ذا فوت يعني كلها ماشيه مع الكومن برونيل بس هو ايه اللي حصل له يعني ايه اللي عطبه يعني؟ نشوف ال نشوف الباقي symptoms باقي findings nerve conduction study مثلا لا. عنده fourth and fifth digits يعني دي وين دي clawing of fourth and fifth digit after having been sleep يعني ضغط عليهم ولا 8 years ago يمكن destructor يمكن ولا ايه بس بقول لك لا شوف هو عنده كذا مشكلة هو عنده كذا مشكلة شوف 8 years ago عنده في الليفت ريست وكمان حصل فيها دروب يعني كذا منطقة حصل فيها دروب ده مع بعض الريست كانت برضو فيها كده حاجة ميتابوليك شكلها الليفت ارم دروب اوفر باك مغلب ان ايون سي يعني مش مستحالة خلينا نحلها شوية نحاول فيها دكتور حسن طلعت هي The diagnosis is hereditary neuropathy with liability to pressure palsy. الله عليك. Hereditary neuropathy with liability to pressure palsy. عشان كل شوية ينام على حاجة وبتاع يحصل له pressure palsy يعني. بالظبط الكلو بتاعها كده صح انت جبت الكلو صح. ونام غلط فعنده الليابيليتي عالية قوي وكل شوية يحصل له بريشر بولسي لما يضغط على اي حاجه فيهم. Is this a neurological syndrome in which trivial trauma to a peripheral nerve, the sleeping مثلا على limb, resulting in mono neuropathy, which may take weeks to resolve, تقعد فتره to resolve. مش زينا مثلا ايدينا تخدل كده شويه ودقيقتين ثلاثه تفك. It usually presents in second or third decade of life. The condition is most common in families with Dutch or German ancestry. عشان كده قال لك هو جاي من ألمانيا. يعني ما في الهولنديين أو الألمان. It's caused by a deletion in the peripheral myelin protein 22 gene on chromosome 17. It's an autosomal dominant condition. Autosomal dominant كمان. The patient presenting mononeuropathy is a common peroneal nerve palsy زي ما احنا قلنا. 3 years ago, he had an ulnar nerve palsy, and 8 years ago, he had a radial nerve palsy.
also called Saturday night pulse. Saturday night pulse ده اللي هو بيجي بعد Saturday night ينام على الكنبة، وبعدين يحصل له ايه البولس ده، كان بيعدي علينا برضو في بارت 1 بس ما جاش هنا في بارت 2. Nerve conduction studies in HNPP are characteristic of demyelinating neuropathy. Conduction is low and action potential are small. Nerve biopsy may show a predominance of smaller fibers and localized thickening of the myelin sheath. These investigations are helpful in supporting the diagnosis, although gene testing if positive is confirmatory. يعني بنعملها برضو بالجين تيستنج يعني. Management conservative, wrist splint, ankle foot orthoses, and protective bedding. ماشي، بس انك تمنع البريشر على النيرف يعني مش حاجه تعملها اكتر من كده. موضوع سخيف. جبت موضوع تاني اهو خلينا اشاره معاكم، اللي هو بتاع الهيرديتري سنسوري موتور نيوروباثي، اللي بيقول عليه اللي هو الشاركو ماريتوز ده برضو برضو ما عاد افكت في نفس الجين البي بي ام بي 22 زي ما قال الدكتور، و حاجة تانية بس مشتركين في نفس الجين ولا ايه؟ هما مين يا دكتور حسن؟ هما الاثنين واحد. تاني كان اكتر من نيرف يعني، ده بتاع برونير ماسكولار اتروفي ولا هو نفس الحاجه؟ هو نفس الاسم يا بيه، بس هو طيب وانا طيب تو. بس هو كتب اللي عندنا احنا كده تايب 2 صح ولا نفس تايب 1 اللي عندنا هنا؟ مش عارف قال عليه هيرديتري نيوروباثي ويز لايبيليتي اوف تو بريشر بولسي. يعني هو ارجع التاني كده، التاني كان مسميه ايه؟ اتش ان بي بي، والتاني كان مسميه ايه برضه؟ اتش ان بي بي ولا ايه؟ اما هو هيرديتري لا سنسر لا هم مختلفين على فكره، مختلفين مش عشان الاسم بس، انا تذكرته لا مختلفين. هو ده اللي بيكون حتى شوفنا في الديستال ماسلز عنده بسكيبلز عنده الكلاود 2. لا هما لا، بس انت الله ينور عليك يا دكتور محمد انك لقطتها برضه شارك ماريتوس يعني تربيتك باش دكتور محمد موس يعني ما شاء الله تبارك الله يعني. انا موس ولا نيمة ده انا بقى حبيبي يا دكتور محمد يا بيه ده انتوا الاحسن يا بيه الله يديك الصحة واللي مؤسسنا ومظبطنا الدكتور خالد خلي بالك يا باشا الله يكرمك والله احنا من افضل والله احنا اقل واحد ربنا يخليك يا بيه. بس انا اول مره اسمع ان هيرديتري نيوروباثي ويز لايبيليتي بريجر بولس ده ما جاش اصلا في اول مره عدى عليا انا برضه. يا باشا ما جاش قبل كده وانا بقول لك ما جاش قبل كده شكله مش هتشوفه غير في الاكسبلينيشن ده يا باشا. هو اللي انا بكلمك في كده، حتى الباسمنت نفسه الاساسي بس بيشنت بريزنتنج شوف بس هو نفسه شكله هو this patient presenting mono neuropathy is a common peroneal nerve palsy زي ابو في كان بيقول عليه كده برضه. انت مش قلت انه عدى عليكم بس ده نايت في البارت 1؟ كان الكلمه دي انا الدكتور خالد قراها مره قدامي فعلا في سيناريو ساترديه نايت. انا كمان سمعتها والله. ايوه ممكن نركز على خلاص نعرفه بقى ما فيش مشكله نعرفه. يلا فرصه سعيده. خلاص احنا عرفنا القصه بتاعته ماشيه ازاي عموما يعني. لسه التارجت لسه 40 صفحه يا شباب شدوا الهمه شويه. What's the most common reason for the increased susceptibility to infections in ataxia telangiectasia؟ هايبو جاما جلوبولوميا الاي جي اي الاي جي اي انسي شاطر دكتور حسن. اتاكسيا تلانجكتيزيا اوتوزومال ريسيسيف كونديشن ريزلتنج ان سيريبيلر اتاكسيا وذ اوكيولار تلانجكتيزيا. individuals are often immunocompromised typically due to hypogammaglobulinemia.
lymphopenia may also contribute. ماشي. There is also an increased risk of malignancy, typically lymphoma or leukemia. A defect in phagocyte NADPH oxidase is responsible for chronic granulomatous disease. معلش يا دكتور خالد. طب دي السبب برضه دكتور حسن الهايبو جاما جلونيما دي الانفكشن برضه في درس مشهور برضه نفس السبب برضه اللي هو كرونيك لينفوسيتيك الكيميا لو انت فاكر سي ال ال مالها؟ نفس السبب برضه بتاع الانفكشن في السي ال ال برضه هي الهايبو جاما جلونيما السي ال ال تبقى انت صح، لان هي المشكله بتبقى في البيتا سيل. تمام. البي سيل، البي سيل. انا بقول لك بعد الساعه 12 بقول حاجات Which of the following would be most appropriate next investigation? 65 male presented to neurology outpatient department with a history of recurrent bouts of unsteadiness and vomiting over the last 10 years with partial resolution. He has had episodes of visual problems, which he describes as a sudden loss of vision in the right eye, with almost complete recovery of vision over the course of next few weeks. He has a history of type 2 diabetes, hypertensive, generally compliant to treatment, also smoke 15 Bakir. His medication include glimepiride, Orbimin, telmisartan. For the examination, he has nystagmus in the right eye with the first component towards the right. Gait is ataxic and has evidence of spasticity in both lower limbs with exaggerated reflexes and bilateral ankle chronos. Fundoscopic examination revealed pale optic disc, MRI diffuse lesions in multiple sites, report queer demyelinating plaques on versus multiple infarcts. The MS annually, which of the following most appropriate next investigation? هو شكله MS كده. MS ايوه. Spinal cord MRI ولا spinal cord ولا ايه رايك؟ اه ما انت لازم شفت البرين وسباينال كورد كده. مش برين وسباينال كورد. اه نشوف ال لازم نشيك على شفنا البرين بروجكشنز كده في الهاند كده مش فاكر اسمها ايه في الام ار اي دروزن مش فاكر الاسم ايه بتاعها بروجكشنز في الهاند في الام ار اي اللي هو ايوه دارسون دارسون فينجرز دارسون فينجرز بس في البربنديكولار على الكربس كلوزوم اللي هي كنا بيوتامين وبيوتادامين الكودات والبيوتامين صح؟ البوستيريور مش عارف بري فينتيكولار و ايه تاني فين الاماكن بتاعه الام اس قصدك صح؟ لا حتى في الـ في الـ اللي هي كان في المنطقه دي بالذات بيوتامين وبيوتادم بتوع الجزء الجنبي هي بس اشهر اماكن بريفنتيكولار واللي هي المناطق اللي بتبقى بريفنتيكولار على الكوربس كالوزم ما هي كالوزم بتهيألي لا بس بتهيألي تحتها الجزء الجنبي بتبقى تحت كانوا برضه من ضمن الحاجات اللي بتضربهم بيزا الجنجري برضه. نعدي. ده ما فيش فيه حاجة جديدة نعدي. What's the most likely cause of his cramps? Cramps, hypocalcemia. أو hypomagnesemia. ايوه ايوه برافو عليك ما فيش ماجنزيميا يمكن هايبوكالسيميا معناها طب هو ده فولونج ثيرودكتومي ده عمل ثيرودكتومي يبقى هايبوكالسيميا ثيرودكتومي خلاص هايبو ايوه هايبوكالسيميا صح شال الباراثيرويد معاه فعمل ايه هايبوكالسيميا ربما تطلع غلط عشان نبقى نصبر لما الكلام بيخلص لا لا الساعة 3 الساعة 4 اللي هي كم Fulon thyroid removal, checking calcium is important to assess for hypoparathyroidism. The patient has undergone a thyroidectomy and developed symptoms consistent with hypocalcemia soon after. This most likely due to iatrogenic primary hypoparathyroidism, as the parathyroid gland has been can easily be removed or have vascular damage from thyroid surgery. The patient would likely have low parathyroid levels, as well as low calcium and high phosphate.
يعني الباراثيرويد ليفل هيقل طبعا، هيكون عنده هيقل الكالسيوم وهي على قصاده الفوسفيت. The low calcium would need to be replaced and then symptoms would resolve. ماشي. Which treatment is most appropriate؟ ندي ايه بقى للراجل ده؟ ماشي. 84 male جاي الكلينيك after 7 months history of progressive confusion, unsteadiness in his feet and new urinary incontinence. يعني عنده normal. اتاكسيا normal pressure head recovery, old age واتاكسيا ويورينري ريتنشن. ناقصنا ايه تاني؟ هي كان confusion. دمنشن. ناقص الدمنشن. دمنشيا ايوه. السكور بتاعه فعلا. وادي خلاص بقى ده كده نورمال. سيتوزولامايد. ما احنا كان عندنا سيتوزولامايد. اشوف اللي هو ما عمل اي تراير. هو احنا كان مره شفناها ريبيت وبعد شويه شفناها شنط. ولحظه هو عايز موست ابروبريت. طب اقول لك على حاجه، هنا بيقول لي ام ار اي يبقى الشنط. الشنط ابروبريت يعني شنط خلاص. عايز الاخر يعني. ايه؟ جرب العلاج في السيناريو. ما احنا تتذكر السؤال ده مر علينا كذا مره انه يعني بيبدا باللمبر بانكشرز بعدين مش عارف بعدين مره لقيناها شنط. فهو الديفينيتيف يعني او الابروبريت تريتمنت خلاص شنط يعني. او انا بس خلي بالك ايوه بس خلي بالك هو ممكن يلعب على حته يقول ده 84 ومش عارف الشنط فتبدا معاه ميديكال مثلا زي الاسيتوزولاميد ممكن يعني. احنا نبدا ميديكال فعلا في ال احنا قلنا الحاجات اللي بيبقى فيها ايديوباثيك اللي بيبقى فيها انكريز الانتراكرينيال تنشن هذا اخد فيه الاسيتوزولامايد. اما النورمال ما كناش بنستخدم فيه الاسيتوزولامايد. انا الاسيتوزولامايد ده بالذات ما شفته ابدا اجابه لسؤال بتاع نورمال هايبوتنشن. انا ما بعرف انا بشوفه بس في الـ يعني الايديوباثيك في الاوبشنز بس. في الايديوباثيك بنستخدمه في النورمال. يعني لا بقول لك يعني ما انا كسؤال يعني وعليه اجابه ما كان في يعني ما مر علينا ابدا الاستيزولامايد هو اجابه سؤال. دائما بس بنشوفه از اوبشن بس. طب ايه رايك؟ اوكي لكن دكتور حسن لما شفناه كان مع الايديوباثيك مش مع النورمال بريشر. لا مع الايديوباثيك. تمام. الايديوباثيك النورمال بريشر. النورمال بريشر معناه حيكون ده الشنط او الريبيت صح؟ يبقى الشنط. لا الشنط مع الريبيت ده خالص. شنط. History and examination consistent with normal pressure hydrocephalus with the triad of new onset dementia, urinary retention, will get ataxia. The key points in the investigation indicate the susceptibility of the patient for VP shunt. There is CSF resistance on CSF function. On CSF infusion test indicates impaired CSF absorption and correlates towards surgical improvement. In addition, prominent gait disturbance also points towards an increased likelihood of surgical success. ده مدي كمان شوية حاجات جديدة كده هنتاج جديدة للفي بي شنط. بيقول لك CSF resistance on CSF infusion test. ما اعرفش ايه CSF infusion test ده. ورانا impaired CSF absorption. وكمان الجيت التاكسيا ده تمشي اكتر مع surgical success. يعني لو عندنا جيت اتاكسيا معناها في الشنط صح؟ ده معنى كلامه؟ يعني prominent gait disturbance بيزود ال likelihood of surgical success. كان في تيست كانوا بيعملوه كده كان عدى علينا صح؟ عشان يشوفوا هل هيستجيب ولا لا للشنطنج. تيست ايه مش فاكر بصراحة. بيحطوا زي درين كده او عدت علينا امبارح بيشوفوا هل هيبقى هو هينتفع او هيستفيد من الشنطين ولا لا. بيجربوا كده تشيل تقريبا شويه سي اس اف كده لو متحسن. ما هي من دي من اللمبر بانكشرز دي. ما هو هيعملوا ترايل في الاول لو هو استفاد منه خلاص. ايوه كان ليها اسم بس تقريبا كده. ناخد سؤال تاني.
Which treatment might reverse the underlying condition most rapidly? A treatment most rapidly, IVIG. طب نشوف كده 55 كشكتك male brought into hospital after having been found on the floor by his sister who visits him once a week. She reports a long history of depression and his appetite to have been poor for a number of years. Denies any loss of consciousness episodes. Palpitations, chest pain, dysphagia, or presyncopal symptoms. When asked how he ended up on the floor, he vaguely reports to have slowly fallen from being generally weak and denies head injury. كان حاسس بس إن هو weak يعني. He does report a recent sore throat and dry cough. He is alert and oriented. Examination, he scores 3 and 4 out of power in all movements. Lower limbs reflexes couldn't be elicited. Feels for lower limb reflexes with tendon hammer but bilateral upgoing blunters. A treatment يعني ده كده ايه شكله low limb reflexes و upgoing دي دي ال combine جي بي اس ولا ايه؟ لا اللي هي دي ال بتاعت combined مش عارف ايه نيوروباثي ايه؟ Combined degeneration sub acute combined. طب ليه؟ السب اكيوت بس هي دي. طب ليه؟ سب اكيوت عشان هو ما بياكلش عندك لو الايه؟ هنا فين؟ ممكن عشان فيتامين ديفيشنسي ما بياكلش كويس؟ ما هو كشكسك واحد كشكسك يعني كشكسك مال نورش وانا مش عارف هو ده انا افتكرته كمان ممكن يكون هو كانسر هنا الابيتايت بين بور كمان نمبر اوف ييرز يعني شكله كده نور عليكي هو فعلا كده كشكسيا وفيتامين ديفيشنسي يبقى ياخد فيتامين 12 وبابرينكس ريسنت ستوب ثروت والدراي ايه ايوه سي سب اكيوت دي انا سب اكيوت ما متذكره فيها غير كومباين بس مش دي بتحصل مع الدايبيتس برضو مش دي مع الدايبيتك صح ولا ايه؟ هي شبه الفريدريكس اتاكسيا بالظبط بتحصل مع بتحصل مع مش بتحصل مع الكحوليك نقص فيتامين الدايبيتك بيأثر على البوستيرير كولم بيضعف عندنا الفرق ديب سنسور على الديب سنسيشن هي بتعمل ميكسد ابر ابر لور ولور موتور نيوروليشن يعني بتعمل اكستنسور بلانتر ريفلكس وابسنت انكر ريفلكس صح واحده من الميكسد هي كومبايند فعلا صح انا فاكر يعني طب اذا بيشنت بريزنت وذ اب جوينج بلانترز اند ابسنت انكر ريفلكسز This should alert all MRCP candidates to 5 classic diagnoses. اللي هم دايما اللي بيكرروا وانا مش حافظهم. Subacute combined degeneration of the cord, motor neuron disease, Friedreich ataxia, tapes dorsalis caused by syphilis, and dual peripheral with central pathology. Dual peripheral with central pathology. دولت اللي بيحصلوا مع الـ upgoing blunters و absent ankle jerks. In the context of cachexia and poor oral intake, should alert a vitamin B12 deficiency leading to a combination of peripheral and dorsal column degeneration known as subacute combined degeneration of the cord. Vitamin B12 can in some cases reverse the neurology very rapidly. Diagnosis here, consolidation for upper left upper zone. الشيست اكس راي يعني ده كده بنتكلم في لامبورت ايتون مثلا ممكن خلينا نشوف ويكنس ولا اي 65 شوف هنا الاختيارات هنا شكلها برونك شوف الاكزامينيشن الاكزامينيشن الخيارات شيست شيست كلها هنا ايبل هي از ايبل تو موف هيز شولدر والالبو On examination, he is able to move his left shoulder, elbow, and wrist with full range of motion and no tenderness, but reports that the pain is present whilst not moving. He has some weakness of his left biceps with diminished reflexes and sensation is due to the fourth and fifth response to light touch.
Yeah, response to light touch. The limb has normal pulses and capillary refill time with no swelling. There are crepitations on the left upper zone and has clubbing present. البلاد بتاعته كانت كويسه كلها ماشي. الوايت بلاد سيلز عالي حاجه بسيطه. السي ار بي كمان عالي. لا وايت بلاد سيلز عالي وسي ار بي عالي. كانت من الاول كده 65 جنتلمان with left sided arm pain that originates in the shoulder and spread into the ring and little fingers. This has worsened over the past weeks to the point that he cannot sleep at night. GP tried cocodamol without any benefit. Previous smoker 40 years, 40 back years, hypertension, MI 5 years, currently will put further question reveals that he lost 2 stones, يعني شكله cancer, 3 past months despite increasing his food intake, productive cough which has occasional streaks of blood. ماشي يعني ده كده شكله اللي هو pancreas tumor وعامل لنا ايه cervical rib syndrome صح ولا ايه؟ انا ما اعرف حسيتها دي لانه مع الشولدر كان عندنا تايوان براكياليس دي براكياليس ولا كان مش عارفه هو ده كده ماشي على قصه برونكوجينيك برونكال كارسينوما. ايوه برونكيال كارسينوما. ايوه السمول يعني. ايوه انا ما بعرف سمول ولا بس ايوه عاملينها ده براكي هي السمول سيل جنب البرونكس عشان كده بتعمل بتقلل الاير انتر لما بنسمعها والقصه دي هي برونكس. ما فيش اصلا اختيار تاني ينفع اللي هي بيه. طب السيرفايكال ريب حد فكرني كده بالسيرفايكال ريب. السيرفايكال ريب ممكن يضغط على حاجه برضه يعني هو بس هنا نص شوف السيرفايكال ريب بوزيشنال يعني بتلاقي انه في على حسب الاوكيبيشن على في بوزيشن في اوكيبيشن لما يرفع يده لما كذا بس هنا هو ما كاتب هو كاتب انه البين في الشولدر يعني هو لدرجه انه مش قادر ينوم يعني بسببه كده كمان كاتب هي هاز لوست تو ستونز يعني في ويت لوس ويت لوس ما فيش حاجه غلط زي كانسر والسن برضو يدعم كده مثلا غير السن او في ويت لوس اللي في الكانسر الاختيارات اللي قدامك برضه في الولد ايج يا ريس. تمام يا بيبي برضه بلاد ستريك ممكن يعني شويه مع الكوفي ما بتسس بس الرينج والليتل فينجر دي شكلها عامله ضاغط على كان ايه الالبر البلاك البريكيال بلوكس ممكن بريك البلوكسس البلوكسس ما هي دي كان البراكياليس اسمها ايه البريكوريدي براكياليس بريكيال نيورايتس والسي ار بي عالي برضه فيها حاجه برضه طيب زي جنتلمان بص مين اسم برضه يا دكتور خالد كده مش عارف مش ماشي يعني ايه باشا ماشي ستريت فورورد ماشي مضبوط كده فبرضه رخم قوي بصراحه يعني انا بقول لك فعلا lung carcinoma can present with brachial neuritis. The gentleman present with a neuralgia pain in the left arm and altered neurology in the dermatome of C8. Of this pneumonia is unlikely to ever cause this. He does have respiratory symptoms, extensive smoking history, and this excludes multiple sclerosis as there are no other areas of altered neurology. Diminished reflexes suggest a lower motor neuron lesion and C8 is classically affected. Diminished reflexes مع lower motor neuron ماشي in a Pancoast tumor. TB can really infiltrate the brachial plexus but bronchial carcinoma is the most likely. Cervical rib is unlikely to present at this age. هو هنا قصده ان ده Pancoast tumor ولا ايه يعني؟ Pancoast tumor بيضغط على البريكيال تيومر جاي فوق جاي في فوق يعني بتاع اللنج ما هو قال هنا ليجن قال انه افكتد السي 8 ومش عارف كيف سي 8 is great.